السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، اليوم سنأخذ مثالا حول اللزوجة. المثال يقول: قوة مقدارها F أثرت على طبقة من طبقات سائل نيوتوني. طبعا السوائل النيوتونية هي اللي خاضعة لمعادلة نيوتن اللي هي خاصة باللزوجة، اللي هي تقول ميو تساوي تاو على دي يو على دي واي، الموضحة في الشكل الأدنى، حيث كان تدرج السرعة يعطى حسب المعادلة التالية. طبعا هو هنا مو تدرج السرعة وإنما معادلة السرعة، نقول معادلة السرعة اللي هي اليو هاي السرعة، والواي هي المسافة بين طبقتين، المسافة بين طبقتين من طبقات السائل، حيث أن وحدات واي هي مليمتر ووحدات اليو هي مليمتر على الثانية. سرعة، وحدات سرعة. زين، يقول احسب أقل إجهاد قص، يريد هنا نحسب له التاو، أقل إجهاد قص مؤثر على المائع. إذا علمت أن اللزوجة الديناميكية اللي هي الميو زين تساوي 0.5 في 10 أس سالب 3 نيوتن في ثانية على المتر المربع. طبعا هنا مثل ما تشوفون بداية الآن خلي أشوف شنو اللي أريده. يقول احسب أقل إجهاد قص. أقل إجهاد قص برأيكم وين يكون؟ في أسفل السائل أو في سطح السائل؟ خلينا نجي ناخذها واحدة واحدة بالمعادلات. معادلة اللزوجة شو تقول؟ تقول ميو تساوي تاو زين تاو على دي يو على دي واي، صحيح؟ اجهاد اللزوجة الديناميكية، هاي اللزوجة الديناميكية، اللزوجة الديناميكية راح تساوينا اجهاد القص، هذا اجهاد القص وليست قوة القص، اجهاد القص اللي هو القوة الموازية على المساحة. زين، على تدرج السرعة اللي هو دي واي دي يو على دي واي، هذا يسموه تدرج السرعة. زين، بعد هذه المقدمة خلي نشوف وين يكون إجهاد القص أعلى، هل هو في أسفل السائل أو في أعلى سطح السائل. نجي ناخذ هاي النقطة هنا في أسفل السائل. زين، هاي النقطة هنا في أسفل السائل، شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الدي يو على الدي واي راح تساوي لي، يعني تخيلوا هسه الدي واي هنا، هاي الدي واي هنا في سطح السائل تساوي 16، مو صحيح؟ مليمتر. كل ما أنزل الدي واي راح يصير بها؟ راح تقل إلى أن توصل إلى هنا في هذه النقطة. الدي واي قد راح تساوي لي؟ راح تساوي لي صفر، صحيح؟ زين، إذا الدي واي ساوت لي صفر معناتها مقام تدرج السرعة راح يكون عندي صفر. زين، أي مقدار مقامه صفر إيش راح يكون؟ راح يكون ما لا نهاية. زين، من هذا المقدار كله صار ما لا نهاية، إذا إجهاد القص اللازم لتحريك السائل راح يكون أيضا كمية كبيرة جدا. زين، لأنه تناسب طردي. زين، فإذا هنا معناته في هذه النقطة راح يكون شنو؟ إجهاد القص اللازم هو أعلى ما يمكن، أعلى ما يمكن لتحريك السائل، ولهذا هنا السائل ما يتحرك. زين، إذا كل ما يزيد الديو راح شنو؟ إجهاد القص راح يقل، صحيح؟ ليش راح يقل؟ لأنه أنا عندي الجي التاو، هاي التاو تتناسب طردي ويا من؟ ويا الديو هنا تناسب طردي على دي واي، هنا تتناسب طردي ويا من؟ ويا الدي واي، لكن تتناسب عكسي ويا من؟ ويا الدي واي. فكلما زاد الدي واي راح شنو؟ راح اجهاد القص راح يكون اقل، والعكس صحيح. فهنا عندي اعلى دي واي هي هنا عند السطح 16، فاذا هنا راح احصل اقل اجهاد قص. هذا حددت انه وين اني راح يكون اهتمامي للحصول على اقل اجهاد قص، هذه نقطة. زين،
بعد ذلك راح نشوف احنا شو راح نستخرج اجهاد القص. طبعا ببساطة شديدة معادلة اجهاد القص هي هاي، راح امسح هذين الزايدات. الميو اللي هي اللزوجة الديناميكية، عندنا معادلة تقول اللزوجة الديناميكية تساوي اجهاد القص على شنو؟ اجهاد القص على تدرج السرعة. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للموائع، للموائع النيوتونية. هو قال لي هذا الموع المائع او السائل نيوتوني. زين، هسه اجي انا خلي اشوف واحدة واحدة. عندي هذا موجود ما عندي مشكلة به، وعندي تدرج السرعة. تدرج السرعة ما منطيني اياه مباشر، منطيني اياه شنو؟ عن طريق معادلة. هسه راح اقول لكم شلون نستخرجه من هذه المعادلة. ويريد من عندي شنو؟ يريد من عندي اقل اجهاد قص. زين، هسه اني المجهول عندي او اللي لازم استخرجه هو شنو؟ هسه عندي تدرج السرعة. هذا تدرج السرعة منطينيها بشكل معادلة، خلينا نشوف شلون راح نستخرجها. زين، هنا طبعا بشكل عام اريدكم ترجعون وياي بالذاكرة الى كيفية اشتقاق المعادلات اللي اخذتوها بالمرحلة الاعدادية. شلون نشتق معادلة؟ خليني اعطيكم مثال بسيط قبل ما نبلش بحل السؤال. معادلة بسيطة الواي تساوي، طبعا هذا ما له علاقة بال يعني ما له علاقة بسؤالنا لكن إلى رباط. خلينا نقول، فنقول الواي تساوي مثلا 3x تربيع. هذه شلون اشتقها؟ المشتقة مال هذه المعادلة ايش راح يصير؟ راح يصير دي واي نسبة إلى دي اكس، التغير في واي على التغير في اكس، هذه المشتقة. زين، شلون اشتقها؟ علماء الرياضيات خلونا قاعدة للاشتقاق، قالوا هذه المعادلة إذا نريد نشتقها راح تكون بالشكل الآتي. راح أول شيء الأس أني المن دا أشتق نسبة للإكس، فالأس اللي هو على الإكس إيش راح يصير؟ راح يجي ينزل كمعامل، بعدين أضرب في، طبعا حخلي أقواس حتى لا تشتبه الإكس، هاي الاثنين نزلتها وين؟ هنا صارت 2 في 3. زين، هذا المعامل الاصلي الموجود في اكس. الاكس هنا الاس مالتها من راح ينزل؟ راح ينقص 1. حسب علماء الرياضيات نقول 2 ناقص 1، يعني اكس اس 2 ناقص 1. هذا هو اشتقاق المعادله هاي بالنسبه لاكس. زين، هسه بعد التبسيط ايش راح يصير عندي؟ راح يصير 2 في 3 عندي 6. هنا اكس اس ايش قد؟ 2 ناقص 1 1، الواحد ما ينكتب، فصير 6x. هاي 6x هي مشتقة شنو؟ هاي المعادلة تقول y يساوي 3x تربيع. إذن هاي 6x هي عبارة عن شنو؟ عن dy على dx، أو مرات يرمزوا لها y فتحة. زين؟ يعني المشتقة الأولى. المشتقة إذا مثلا جدلا أريد أشوف المشتقة الثانية. المشتقة الثانية إيش راح تساوي لي؟ أيضا نفس القاعدة، الأكس هنا الأس مالته 1 1، أجيبه هنا في 6 في أكس أس 1 ناقص 1 يصير أكس أس 0. أي رقم أي قيمة مرفوعة للأس 0 راح تكون قيمتها 1، فهنا كأنما هذا راح يصير 1. 6 في 1 في 1 يصير 6، إذا المشتقة الثانية تكون مقدارها 6 فقط. هذا هو كيفية الاشتقاق. زين، بعد هاي المقدمة بالنسبة للرياضيات واللي أنتم قد يكون ماخذيها أو يعني ما تتذكروها زين أو ناسيها، هنا راجعناها بشكل مبسط. زين، خلينا نجي نطبق هذا الحكي على السؤال مالتنا. هو شو منطينا؟ هو مو منطينا دي يو على دي واي، منطينا شنو؟ منطينا اليو يساوي 12y أس ربع. هاي قال لي هاي المعادلة مالتك. زين، أنا اللي أحتاج شنو؟ أحتاج الديو على الدي واي، يعني مشتقة اليو بالنسبة لمن؟ للواي. شلون هسه قبل شوية قلنا الدي واي بالنسبة للإكس، هسه هنا الديو بالنسبة للواي. زين، شلون أشتقها؟ أقول تساوي نفس القواعد مالتي، 12 هذا المعامل ينزل نفسه 12 في
هنا عندي الأس مال واي هو ربع، فأقول ربع واي، الواي مرفوعة علما للأس ربع، أطرح منها واحد. زين، بعد التبسيط ايش راح يصير عندي؟ طبعا هنا هاي ال 12 هاي على 4 بها 1، على 4 بها 3. زين، هنا هذا الربع ناقص 1 راح يصير، هذا راح يصير ماينس 3 على 4، ناقص 3 على 4. فبعد التبسيط المعاد راح تكون بالشكل الآتي: دي يو على دي واي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 3 واي سالب 3 على 4، سالب 3 على 4. زين، بعد هذا الشيء راح شنو؟ أنا الواي عندي لو ما عندي؟ عندي 16 هياتها. زين، إذا أعوض الواي 16، أقول تدرج السرعة ايش راح يساوي لي بعد التعويض؟ راح يساوي لي 3 في 16، طبعا هنا 16 معطيني إياها بالمليمتر. أنا إيش عندي الزوجة الديناميكية بالمتر مربع، فأحولها إلى المتر، فأقول رأساً هنا أقول 16 تقسيم ألف، تحول المليمتر إلى متر، بعدين أرفع للأس سالب 3 على 4. زين، أجيب الحاسبة، بالحاسبة أحسبها، شو راح أحسبها؟ طبعاً أول شيء إحنا مثل ما تعرفون عندنا بالرياضيات إذا عندنا عمليات متعددة راح يكون أول شيء ما بين الأقواس، بعدين الرفع، بعدين الضرب والقسمة، بعدين الجمع والطرح. طبعاً من أقول ضرب والقسمة ما يأثر أيهما أسبق، من أقول الجمع والطرح أيضاً ما يأثر أيهما أسبق. زين، فهنا إيش راح يصير عندي؟ أخلص ما بين الأقواس، ما إذا إيش أقول؟ أقول ثلاثة في، أفتح قوس، 16 تقسيم ألف، سد القوس. 16 تقسيم ألف كلها أرفعها للأس، إيش قد؟ للأس، أفتح قوس، سالب 3 تقسيم 4، أسد القوس مال أس. زين، خلينا نشوف المقدار إيش راح يساوي لي. راح يساوي لي بالضبط 66، ويساوي هنا العفو خليني أغير اللون، راح أكتبه بغير لون. إذا ديو على الدي واي راح تساوي لي 66.685، يعني 69 لمرتبتين، راح نقربها. شنو الوحدات مالتها؟ طبعا حتى لو هو ما منطيني الوحدات، اليو هي متر على الثانية تقسيم، الواي هو متر اللي نحولنا، فهذا متر بسط وهذا متر بسط يروح، الثانية هي بالمقام، فيصير كنما واحد على الثانية أو ثانية أس سالب واحد. فهنا شو أقول؟ أقول هنا الوحدات هي راح تكون شنو؟ واحد على الثانية، وهي وحدات تدرج السرعة. هذا أول شيء استخرجته. من استخرجت السؤال انحل. ليش انحل؟ لأنه مجرد إنه هذا المقدار راح أعوضه هنا. زين، وعندي اللزوجة موجودة أيضا راح أعوضها. زين، راح يطلع عندي الأقل إجهاد قص لازم. خلينا نجي نعوض بالمعادلة. طبعا هنا الميو شو تساوي لي؟ تساوي، هو مطيني اياها، تساوي لي نص في 10، اكتبها اقواس حتى لا تصير مثل الاكس، 10 والسالب 3 يساوي التاو اللي هو رايده من عندي تقسيم الديو على دي واي. قد طلعناها؟ طلعناها 66.669. زين، طرفين وبوسطين اقول من عندها ايش راح التاو ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي نصف في 10 في 10 والسالب 3 في 66.69. الوحدات متناسقه مالتي، فمجرد بالحاسبه احسبها اقول 0.5 في 10 أس سالب 3. زين، بعدين أقول في 66.69 راح يطلع عندي الناتج 0.033.
الوحدات مال تاو شنية، لنفترض أني ما أعرفها، شلون أستخرجها؟ سهلة، نقول هنا وحدات اللزوجة هو مطينيها نيوتن في ثانية على متر مربع. زين، هاي وحداتها شنو؟ التدرج السرعة واحد على الثانية، فمن تضرب المقدارين يعني الثانية راح تختصر ويا الثانية، يبقى لي نيوتن على المتر المربع وهو عبارة عن باسكال، نيوتن على المتر المربع باسكال. فأنت إما تكتب نيوتن على المتر المربع، هنا تكتب نيوتن على المتر المربع، نيوتن على المتر المربع، أو تكتب باسكال، ماكو مشكلة. هذا هو أقل إجهاد قص مؤثر على المائع بهذه المعطيات. مع جزيل الشكر، شكرا لاستماعكم.